كل عام وانتم بخير مشاهدينا الكرام، يا رب عيد فرح وسرور ومحبه وسلام عليكم وعلى جميع العراقيين. اليوم راح نكون وياكم بجزيره ام الربيعين في مدينه الموصل، راح تشوفون اجواء العيد بمدينه الموصل وكيف الاهالي محتفلين وخرجوا للمتنزهات وللمناطق السياحيه بالرغم من كل ما مروا به واصرارهم على عوده الحياه والاستقرار وامانيهم بالعيد. خليكم ويانا وراجعين لكم. السلام عليكم، وانتم بخير ان شاء الله، صحه وسلامه. عيد سعيد عليكم ان شاء الله كل العراقيين. ونحب نوجه الشكر الجزيل لكم قناه الفلوجه، وان شاء الله عيد على كل العراقيين بالخير والسلامه ويعم الامن والامان، وان شاء الله تحقيق الامان لكل الشعب العراقي. شلون شفت اجواء العيد بالموصل هذا العيد؟ والله الحمد لله اجواء كلش رائعه وطيبه وحلوه، وان شاء الله العيد الخير على الموصل واهلها، وترجع الايام اللي راحت، الايام السابقه راحت ان شاء الله ولت وانتوت، وان شاء الله بعد الاحسن الاحسن. ايش تتمنى للعراقيين بالعيد القادم؟ والله ان شاء الله يا ام الامن والامان والاستقرار والاعمار ان شاء الله، وتحقيق الامان لكل الشعب العراقي، نحفظهم من كل مكروه ان شاء الله. شكرا جزيلا. وعليكم السلام. انت بخير؟ شلون شفتي اجواء العيد بالموسيقى؟ والله اجواء طيبه، وكل وراحت الايام السوداء وهسه ايام الخير ان شاء الله، وان شاء الله يكون نعود الامان للعراق ان شاء الله. يعني شوفين هسه حاليا اكو حريه حركه للناس للاهالي بالموصل؟ اي اكو حريه واكو امان واكو الجو كلش امين وطيب بالموصل. ايش تتمني للعراقيين بهذا العيد وايش تتمني لهم للعيد القادم؟ والله اتمنى كل عام وان شاء الله الامان يعود للعراق، وان شاء الله كل عام وهم الف 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 خير. السلام عليكم عمو، كل عام وانت بخير. الله وبركات. قبل كل شيء كل عام وانتم بخير، قناه الفلوجه انتم بين اهلنا واصحابنا واخواننا، والله يبارك فيكم وكل عام وانتم بخير. عمو شو شفت اجواء العيد بالموصل؟ والله الموصل تجو بالخير ان شاء الله، والعالم منطلقه وخير وامان الحمد لله وشفت، بس اكو بعض الخدمات شويه كذا شغلات البطاله الكذا، شويه شويه ان شاء الله الموصل تنهض ان شاء الله بخير، والحمد لله والشكر الامن مستتب وكل شيء متوفر والحمد لله، وما نريد الا سلامتكم ان شاء الله. عمو شو يختلف هذا العيد عن العيد السابق تحديدا؟ والله اعتياد يختلف، ذاك العيد كان الناس قليلين، يعني ما كان اكو، لا كان اكو حركه قليله، كان العالم كانت ناجحين الحمد لله والشكر، العالم قامت ترجع الساعه، والامن مستتب والعمارة عم تشتغل ان شاء الله، والخدمات عم تمشي، بس يعوز شويه الكهرباء الحمد لله زين، الماي زين، يعني الدنيا شويه شويه حتى تتطور نحو الافضل ان شاء الله. الله يبارك فيكم. شكرا جزيلا عمو، شكرا جزيلا، بارك الله. مرحبا، الف مرحبا.
انا الطمونه والجروح يعني الحب الاول راح تجوز الطمان وهذا المطلوب هذا البول اللي محدد وهذا افضل شيء شلون هذا ما تعرف تشتغل وراه تصور تصور هذا البول انت راح تشتغل هسه تحت ما والله بس هوا اصوركم سحو وانا تعال الفايده اسمع اسمع حد انشهر فلوجة السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وانتم بخير. عام وانتم بخير، عيد مبارك ان شاء الله على الشعب العراقي وعلى العراقيين كل ان شاء الله اجمعين. شلون نشوف الموصل بعد التحرير؟ والله اجواء الموصل طيبه وما شاء الله بخير وامان وقواتنا المسلحه ما شاء الله الله يحفظهم ان شاء الله. يعني حيل طيبه الموصل. مثل ما عرفت انه انت كنت عايش خارج الموصل وهسه رجعت للموصل مره ثانيه. أنا ساكن بالموصل بس حاليا لحد الآن ساكن بتوك بجيت زيارة على الوالد داخذ فرع على الجزيرة على الغابات مشتاق الموصل حيل فشفت الأجواء طيبة والعالم فرحانة طالعة كيف العالم إن شاء الله دوم فرحة دوم على الشعب العراقي إن شاء الله. شلون تشوفين أجواء الموصل بالعيد؟ والله الحمد لله زينة أجواء الموصل طيبة والحمد لله أمان و... شنو أمنيتك بالعيد للعراقيين؟ والله إن شاء الله كل العراقيين بأمان وإن شاء الله العراق بأمان وإن شاء الله يظلون بفرحة ودائما فرحانين إن شاء الله. شكرا جزيلا وكل عام وانتم بألف خير. الله يخليك. الله يحييك. Thank you.
يا قناة ثلوجة؟ ثلوجة؟ ما تلتقون بهذا الشيء؟ والله بس حوار شو؟ بس يا معود يا معود من نجيب؟ انت بخير؟ انت بخير اخوي العزيز. انا شلون نشوف اجواء العيد بالموصل؟ والله اجواء العيد بشكل عام يعني كلش زينه بالموصل، الناس طالعه وتشوف الناس يعني الوقت متاخر بالليل بالمكانات اللي هي متبرزات. نعم زين، شو يختلف هذا العيد عن العيد السابق او الاعياد السابقه اللي راحت؟ والله بشكل عام يعني اشوف الامان اهم شيء يعني متوفر بهالعيد اكثر من السابق واللي قبله، والله يديم هالنعمة علينا. شنو امنيتك للعراقيين بمناسبه العيد؟ والله اهم شيء يعني بشكل عام اهم شيء الامان، احنا ندور الامان يعني لان تعبنا سنين طويله احنا نفتقد الامان وتعبنا من هذا الشيء، اهم شيء عندنا الامان. يا رب يعمل الامن والامان على جميع العراقيين، وان شاء الله نشوفكم عيد الاخ هنا متواجدين، واهالي الموصل اللي ما طلعوا هذا العيد ان شاء الله يطلعون ويجون ويفترون بالغابات وبالمناطق السياحيه ان شاء الله. شكرا جزيلا. قدوم الافراح عليكم علينا وعلى الجميع ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا جزيلا. Thank you.
مثل ما شفتم مشاهدينا الكرام، اليوم أجواء العيد بمدينة الموصل كانت جدا جميلة. الأهالي توافدوا بشكل كبير للمتنزهات والمنطقة الغابات تحديدا، وتحديدا جزيرة أم ربيعين السياحية التي تعتبر الواجهة السياحية لمدينة الموصل. أهالي الموصل كانت جل أمنياتهم أنه يعم الأمن والاستقرار بربوع عراقنا الحبيب، وترجع المدينة لوضعها السابق ويبدي بها الإعمار والاستقرار ستيب باي ستيب. شكرا لحسن المتابعة والإصلاح، تقبلوا تحياتي وتحيات الكادر، إلى اللقاء في جولات أخرى.